هنا بقى السؤال ده دايما يجي في الريتن، يقول لك ايه الحاجات اللي بتعدي في جريتر ساتيك فورامن، ستراكشرز باسنج ثرو ذا جريتر ساتيك فورامن، يجي في الام اس كيو تتسأله في الشفوي، بيديك الهيب بون وتبقى باينه هنا الجريتر ساتيك نوتش والليسر ساتيك نوتش، ويقعد يسألك ايه الحاجات اللي بتعدي فيهم. فالحاجات دي لا، السؤال ده كومان، ما فيش حد بياخد الهيب بون الا لما بيتسأل في الحاجات اللي بتخرج من جريتر ساتيك فورامن، وبينزل في التحرير، ينزل في الام اس كيو، فده مهم جدا. ادي الجريتر ساتيك فورامن اهي، ودي اللي تحت دي الليسر ساتيك فورامن اهي. فتعالى لما نيجي نحفظ الاستراكشر اللي بتعدي من جريتر ساتيك فورامن، اقول له بايريفورمز، او ادي التندون بتاع البايريفورمز، وستراكشرز اباف البايريفورمز وستراكشرز بلو البايريفورمز. ادي البايريفورمز، ستراكشرز اباف البايريفورمز سوبيرو جلوتيال فيسلز اند نيرفز، ستراكشرز بلو البايريفورمز انفيرو جلوتيال فيسلز اند ايه نيرف. بعد كده السياتيك نيرف، وبعدين سوبرفيشال لي نيرف اسمه بوستير كوتينس نيرف اوف ذا ساي، ديب لي نيرف اسمه نيرف تو كوادريتاس ايه فيمورس. يبقى دول الحاجات اللي عدت من خلال الجريتر ساتيك فورامن. في ثلاثة ستراكشر بتعدي من الجريتر ساتيك فورامن تروح للليسر ساتيك فورامن، اللي هم الاخضر ده البودندال نيرف روميديال تو لاترال بودندال نيرف، وبعدين انترنال بودندال فيسلز، وبعدين نيرف تو اوبتوريتور ايه انترنس. يبقى لما يجي يقول لي قول حاجات تعدي في الجريتر ساتيك فورامن، اقول له بايريفورمز وستراكشر اباف البايريفورمز سوبر جلوتال فيسلز اند نيرف، ستراكشر بلو البايريفورمز انفيرو جريتر فيسلز اند نيرف، بعد كده ساتيك نيرف سوبرفيشالي نيرف وديبلي نيرف، نيرف السوبرفيشالي بوستيرو كوتينس نيرف ذا سايد، النيرف اللي ديبلي نيرف تو كوادريتاس فيمورس راح للكوادريتاس فيم، بعدين بودندال نيرف انترنال بودندال فيسلز، وبعدين نيرف تو اوبتريتور ايه انترنس. وبعدين في دولت ثلاثة ستراكشر طالعين من جريتر ساتيك فورامن رايحين للليسر ساتيك فورامن. يجي يقول لك طب ايه الحاجات اللي بتعدي من خلال الليسر ساتيك فورامن، اقول له في ثلاث حاجات كانوا جم من الجريتر ساتيك فورم، هما البودندال نيرف انترنال بودندال فيسلز ونيرف تو اوبتريتور انترنس، وبعدين التندون. دول داخلين من الجريتر الليسر، لكن خارج من الليسر ساتيك فورم مباشر اللي هو التندون بتاع الاوبتريتور ايه انترنس مثلا. ادي التندون بتاع الاوبتريتور انترنس، خد بالك من المارجنز بتاعت الليسر ساتيك فورم بيطلع ماسل صغيره فوق اسمها سوبيرو جاميلاس، وتحت هنا ماسل تانية اسمها ايه انفيرو جاميلاس. لكن الحاجات اللي بتعدي من الجريتر من الليسر ساتيك فورامين تندون اوف اوبتريتور انترنس، وبعدين ستراكشرز باسنج فروم ذا جريتر ساتيك فورامين تو ذا ليسر ساتيك فورامين اللي هم نيرف تو اوبتريتور انترنس، انترنال بودندال فيسلز، والنيرف اللي بيسموه بودندال نيرف.